إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك في رمضان مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. علمنا الصبر تخيلنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. ليه؟ لا، النهاردة عنوان حلقتنا من معلومة لصحتك وإحنا في آخر أيام الشهر الكريم بعنوان ليه؟ لا، الحقيقة هي رسالة موجهة لإخواننا المدخنين اللي صاموا رمضان وقدروا يستغنوا عن التدخين طول ساعات الصيام ويوميا من الفجر لحد المغرب. بنقول لهم ليه لا ما تعتبرش الفرصة الكبيرة قوي دي الخطوة الأولى إنك تمنع التدخين خالص. أديك قدرت بإرادتك وبعزمتك تبعد عن السجاير يوميا في رمضان طول 14 أو يمكن 15 ساعة. ليه ما تكملش كده بعد رمضان؟ ليه ما تفضلش مثلا طول النهار ما تشربش سجاير حتى بعد رمضان وتسمح لنفسك بس تشربها بالليل كأنك كنت صايم؟ أكيد عادي وهتقدر وبمنتهى السهولة كمان. ليه ما تاخدهاش فرصة إنك تقلل كمية النيكوتين اللي بتخش جسمك يوميا بالطريقة الجميلة دي بعد ما تعودت عليها شهر بحاله، وتخلي بس شرب السجاير فترة صغيرة بالليل عشان تقدر كمان بالتدريج بعد كده تمنعها خالص في خلال كام أسبوع ويمكن أقل. تعرف إنك في رمضان بس خرجت قد إيه بمكاسب كبيرة قوي لصدرك، للرئتين يعني، ولنفسك وللدورة الدموية بمجرد بس إنك منعت السجاير جزء من اليوم. ليه ما تحافظ على مكتسبات رمضان؟ ليه ما تخليش الشهر الكريم ده بداية لانطلاقة أكبر من العزيمة والإرادة إنك تمنع التدخين خالص؟ صدقني القصة أغلبها تعود نفسي مش أكتر. يعني ممكن جدا باستمرارك على نفس روح رمضان تقدر تستغنى عنها خالص، ممكن قوي. طبيب متخصص في الصدر يساعدك في القصة دي، وده أحسن وقت في الأيام الأخيرة من رمضان عشان ما ترجعش تاني بعد رمضان تدخن بشراهة. ليه تمن علبة السجاير اللي بتشربها كل يوم دي ما تتبرعش بفلوسها لحد محتاج أو لمؤسسة خيرية أو مستشفى، وبدل ما تضر نفسك بالفلوس دي تفيد بيها حد تاني وتبقى صدقة جارية بجد أعدالك وثوابها يبقى لك على طول؟ ياريت تفكر في الكلام ده بجد دلوقتي وإحنا في الصفاء الروحي بتاع العشر الأواخر من شهر رمضان. لما تقدر تعمل كده فعلا هيكون رمضان ده هو أحلى رمضان عد عليك طول عمرك. كل سنة وانتوا طيبين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وبكرة معلومة جديدة. وكل سنة وحضراتكم طيبين.